السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. طبعا أول يومين رمضان كان الحماس موجود والمساجد في التراويح مليانة، وشوية شوية بدأت الأعداد تقل والحماس يقل، خايفة الموضوع يوصل للتفريط في رمضان. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك ويتقبل منا الصيام والقيام سائر الأعمال يا رب. آمين يا رب يا رب، الستر والصحة ليا وليك ولكل المشاهدين. ربنا يكرمك يا شيخ ويسترنا بقى. الستر والصحة أهم حاجة والله. طيب دي حاجة ملحوظة على فكرة، أنت إيه رأيك فيها؟ إن إيه؟ اللي الناس سبحان الله بتلاقي المساجد وفرشين برة، وبعد كده بتلاقي إيه، كان في حصرتين ثلاثة برة فبقوا اتنين، تاني يوم بقوا واحدة، وبعد كده بقينا نلاقي إيه المسجد لغاية الباب بقى شوية عمال يقل. أنا خايف يجي في رمضان آخر رمضان ما نلاقيش حد يعني. بالعكس انا بحس دايما ان كل سنه الناس بتبقى شد قوي في اول كام يوم، بعد كده بتبدا تتعب شويه، بعد كده تيجي على العشر الاواخر تقوم تاني. بجد بحس كده. هو على فكره احنا ما فهمناش لغايه دلوقتي من صام رمضان ايمانا واحتسابا. يعني ايه واحتسابا؟ هو مؤمن بالله تبارك وتعالى وبسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومؤمن بان الله عز وجل هو الذي فرض الصوم، لكن احتسابا يحتسب الأجر، لأن الصيام في مشقة صح؟ طبعا في مشقة، فيحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأدام يحتسب الأجر فأدام في مشقة، كل ما الشيطان يجي بقى يحدثه ولا يوسوس له إن طب بلاش النهاردة، ما تنزلش التراويح النهاردة، وأنت يقول لك أنا حاسس بتقل، واخد بالك، ويقول لك أصل الشيخ بيطول، فبيطول ليه؟ يقول لك لا ده بيكتر قوي، فنقول لا أنت اللي مكتر في الأكل. هو مبنى رمضان اصلا على التخفيف في الافطار، ده الاصل، عشان اقدر ايه، اقدر اصوم واقدر اتعبد واتهجد الى الله عز وجل. اللي انا اقوم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. احنا مساجد الحمد بيصلوا نص ساعه بس، 30 دقيقه بالكمال والتمام. بس انا بقول لك ده بعد 30 دقيقه روح بيتك كمل، مش تقول لي ده انا مش قادر حتى على ال 30 دقيقه، لا كمل ال 30. احد الصالحين لما بيقولوا له انت اخبارك ايه في رمضان، فبيقول والله انا مش عارف، والله ده انا عرضت يعني حالي على حال الصالحين وقرات القران فوجدت حالي ليس كحالي. ازاي؟ انا لقيت حالي مش زيهم خالص، انا قرات قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ده هم قليل جدا بس اللي كانوا بيناموا. ده أنا قرأت قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فأنا لما بشوف كده لقيت نفسي أنا لو الليل 8 ساعات فأنا بنام 7 ساعات، ده أنا بنام كتير جدا مش زيهم بقى اللي هو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طب أنا لو عملت كده وحققت كده في رمضان واستمريت على الحال ده، أنا قلت كده يا جماعة إحنا بس محتاجين اللي إحنا نلتزم قد إيه؟ 21 يوم بس. دايما وهعيد تاني، علماء التربية يا جماعة بيقولوا حاجة مهمة جدا، بيقولوا إن الإنسان اللي بيعمل فعل معين مداوم عليه لمدة 21 يوم بينقلب إلى سلوك، بيبقى عادة. إحنا بنصوم والحمد لله عندنا الشهر 29 أو 30 يوم، فده 21 يوم بتصلي تراويح، 21 يوم ذاكر لله، 21 يوم مصلي على سيدنا رسول الله. الأيام لن تعوض، أنت ما تعرفش هتعيش أصلا رمضان بقيت رمضان ولا لأ، أنت مش عارف أصلا لو عشت أنت هتدرك رمضان اللي بعد كده ولا لأ، فخلي بالك خلي بالك ده. ولذلك عارفة الاثنين اللي لما ماتوا، واحد مات شهيد في الجهاد والتاني عاش بعديه، فلقى اللي عاش بعديه داخل الجنة الأول، بس ده الشهيد يعني. قال لك بس سيدنا النبي قال طب وده عاش كام رمضان؟ صام بقى كام رمضان؟ شوفي بقى الصيام فيه إيه بقى؟ عشان كده بقول الصيام يا جماعة خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الإيه؟ من ريح المسك. عشان كده يقول الصوم لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. لكن المشكلة مش في كده بس، ده أنا عندي مصيبة أكبر. انت تخيلي اللي احنا بنمشي دلوقتي وبنشوف ناس مفطره في رمضان عيني عينك كده جهارا نهارا يعني في الشارع، يعني في الشارع ولا عادي كده بيبقى عادي وممكن يفتخروا بالكلام ده. تخيلي مسلمين. للاسف تخيلي ومن غير عذر يعني، وهو هل في عذر يبيح لهم ان هم يفطروا نهارا كده في رمضان جهرا؟ جهرا. احنا شفنا اللي هم اصحاب الاعذار
اصحاب الاعذار، سواء المراه اللي هي عندها عذر او الراجل الكبير المريض او حاجه كده، بيخاف ان هو يظهر الفطر قدام حتى اولاده ولا بتاعه، يقول لك لا، وبعدين بيحافظ على حرمه رمضان. فتخيلي بعض الشباب للاسف الشديد بتطلع يعني بتفتخر بالكلام ده. طيب هو ده ايه يا جماعه؟ ده من اكبر الذنوب، انتهاك حرمه شهر رمضان ده يا جماعه من اكبر الذنوب. ده ورد فيه من الوعيد ما يعني تتفتت له الاكباد، الوعيد. ولذلك شوف الحديث يقول طب انا دلوقتي عاوز اعمل اصوم، يعني اكمل اقضي اللي انا صمته ده، قال لم يكفيه صيام الدهر وان صام. تخيلي لو صام عمره كله مش هيعوض ايه؟ مش هيعوض يوم واحد بس فطره من غير عذر في رمضان. يا جماعة الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام فرض كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ عشان تحقق بقى أحقق إيه؟ التقوى لعلكم تتقون. وفي النهاية ده هي أيام 29 30 يوم، أياما معدودات. وبعدين ربنا قال شهر رمضان ده خلي بالك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فإيه؟ فليصوم. أمر جازم، تصوم تصوم. وبعدين خلي بالك ده انت وانت بتصوم وتطيع ربنا تبارك تعالى، ربك الكريم بيستجيب ليك الاعمال، ولو دعوت الله عز وجل وانت صايم ربنا يكرمك. وهنا سبحان الله شوفي لما ربنا يخلص ايات الصيام ويروح جاي بعديها واذا سالك عبادي عني وقرنها بايات الصيام فاني قريب اجيب دعوات الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. وفي اكتر من الاستجابه لاوامر الله عز وجل، انا اصوم شهر رمضان اللي انا اطيع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. مش بس كده، ده ركن من اركان الاسلام. انت بتضيعه ليه بس؟ ليه بتضيعه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. صوم رمضان مش ده ركن من أركان الإسلام؟ بتضيعه ليه بس أركان الإسلام؟ ليه تضيع الركن ده؟ ليه بتتعمد وفاكر اوعى تغتر بصحتك دي؟ ده أنت المفروض في الصحة دي تكون أشد طاعة لله عز وجل. انت ليه يعني بتفطر وليه بتجاهر بالمعصيه؟ ده انت مصيبتك مصيبه كمان اكبر، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله المجاهرين. ده انت بتجهر بالمعصيه. اللعنه بقى اللي هي ايه؟ الطرد من رحمه الله. طرد من رحمه الله، تخيلي طرد من رحمه الله. يا نهار ابيض، ده احنا لما بنقول للناس لما واحد يجي يشتم حد يقول له روح الله يلعنك، يقول له اخي اتق الله حرام عليك، ما تقولش كده، ما تشتمش حد، ما تقولوش الله يلعنك، لان اللعن ده طرد من رحمه الله. طب تخيلي بقى اللي بيلعن ده، سيدنا النبي بيقول لعن الله، ده ربنا هو اللي بيلعن، هو اللي بيطرد. يا للدرجه دي لعن الله المجاهرين. فاحنا ليه نقع في المصيبه دي؟ احنا في عرض حسنه، يعني احنا بنقول يا جماعه هي حسنه واحده بس، حسنه ممكن ندخل بها الجنه طبعا. الحسن البصري بيقول، يعني شوف الحسن البصري وهو من هو في الطاعه والعباده والتقوى والاخلاص والورع، بيقول انا بس اتمنى لو سلمت لي سجده واحده بس، سجده واحده، سجده واحده ادخل بيها الجنه، سجده واحده بس. ده انا عندي حديث مهم جدا، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بينما انا نائم جه اتنين رجلان يعني فاخذ بضبعي اللي هو ما بين المرفق والكتف، مسكوا كده وبعدين صعد بيه وبيقولوا له لقيت جبل كده وعر كده عالي قوي، فبيقولوا له اصعد، قال لا انا ما استطعش، قالوا سنسهله عليك. فبيقول فطلعنا كده لما كنت في وسط الجبل فاذ سمعت بعواء اصوات صياح، صياح شديده جدا جدا جدا، فبسال فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين ده؟ قالوا هذا عواء اهل النار. ده صياح اهل مين؟ اهل النار. فبيقول ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، عارفين متعلقين إزاي؟ متعلقين إزاي؟ رصهم تحت ومن هنا من عندي من فوق الكعب بتاع الرجل كده مربوطين ومتشعلقين كده لفوق. وأجداقهم من اللي هو دي مشققة يسيل منها الدم، يسيل منها الإيه؟ الدم. فبقول لهم إيه ده؟ إيه المنظر ده؟ صعب جدا. مين دول؟ فقالوا دول اللي بيفطروا قبل تحلة الايه؟ هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني ايه قبل تحلة صومهم؟ الناس اللي بتفطر قبل اذان المغرب مثلا بنص ساعة ولا حاجة. هم صاموا اصلا. يعني هم صايمين، ممكن يكون صايم 13 ساعة ويجي في ساعة كده ويقول لك طب اهو وانا متعم وفطرت اهو. شوف عذابهم ايه؟ قاصد. قاصد، ده صام. بس جه قبل المغرب بساعة كده وتعمد الايه؟ الافطار. تعمد الافطار فده عذابه. فما بالك من اللي بيصومش خالص. ما بيصومش ايه؟ ما عندوش عذر. وهي النقطة قوي وصحيح ومع ذلك للأسف الشديد بيفطر.
وهي النقطة المهمة اللي بنتكلم فيها، حكاية الجهر بالمعصية دي. ده جهر بالمعصية مصيبة. يعني تخيلي إحنا لما يكون، أصل العجب في إيه؟ العجب لما يكون شاب مثلا عنده 20 سنة ولا 25 سنة ولا 30 سنة وهو بيفطر. ده أمر عجيب، أمر في غاية الخطورة. أولا جهر بالمعصية، انتهاك لحرمة الشهر. الأمر التاني ما عندوش حياء حتى من البشر. اللي هو أنت عارفة لو واحد عنده عذر وبيفطر بسبب عذر، مريض، ممكن يستخبى. ده بيخبي أصلا، بيخبي ومش قادر وبتاع، ويا عم افطر يقول لك لا ما صح. واحنا في بيوتنا كده يعني، الواحد كان يشوف كده اصحاب الاعذار في بيوته، وعمره ما شفت مثلا امي فطرت في يوم من الايام، مع انها امراه عندها يصيبها ما يصيب النساء، ومع ذلك الله يعني ما فيش كده. ليه؟ يقول لك حرمه الشهر. ولا تشوفني، يا نهار ابيض. فدول اصحاب الاعذار. يعني يعني علشان الستات ما يفهموش غلط، ان في فتره العذر الشهري الحيض هي من حقها تفطر، بس ما تقدرش، بس لازم تفطر. لا انا مش عشان تكمل الصيام، عشان في حد كان سالني مره السؤال ده، انا عايزه اصوم. لا ما ينفعش، حرام، يحرم ما الصيام. يحرم الصيام. يحرم الصيام. لكن انا بتكلم على، شوفي حيائهم على الجهر، على قضيه الحياء. هو بيستحيوا منين؟ بيستحيوا من البشر، وفي الاخر يقول لك ايه؟ اصل يعني حتى بعض، شوف سبحان الله، شوف الفطره حتى سيقول لك ايه، يقول هو ينفع يا مولانا اخد بعض الادويه لرفع الحيض مثلا في فتره رمضان؟ بيسالوا الاسئله دي ليه؟ اصل ايام لا تعوض، هم اتعودوا على كده ايام. طبعا الجواب على المساله دي هو يجوز، بس بشرط ما لم يكن هناك ضرر. خلاص، لان لو في ضرر نقول لهم لا، لو في ضرر نقول لا. لكن تخيلي هم بيصلوا للحاله دي. طب هم بيصلوا للحاله دي حاله الحياء، حاله حياء، دي حاجه جميله، الحياء من شعب الايمان. طيب تخيلي بقى ان الانسان بقى اللي هو بيجهر بقى بالمعصيه ده وما عندوش حياء. تعالى اقول لك بقى، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الحياء خير كله، ويقول الحياء لا ياتي الا بخير. طيب تعالى بقى لو انا ما عنديش حياء، ايه اللي هيحصل؟ الانسان ما عندوش حياء. عارفه اللي ما عندوش حياء ده يعني العبد إذا نزع الله عز وجل منه الحياء، يقول مالك ابن دينار لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. تلاقي كده غضب ربنا عليه، واللي يشوفه بيبقى كرهه، سبحان الله، ما يحبوش. أول ما يشوفه كده يقول أعوذ بالله، ده إيه غضب ربنا نازل عليه كده؟ ليه غضب ربنا ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب إنه ما عندوش حياء. ما عندوش الحياء. طيب ناخد تليفون. ماشي. أمينة، أهلا يا أمينة. أهلا بيك، إزيك يا مدام دعاء؟ إزيك يا حبيبة قلبي، انا بحبك من زمان، من اول ما كنت في اقرا. اهلا بيك يا حبيبتي. وقبل اقرا كمان بتاع دعاء ودعاء وشريف. ايوه، ازيك يا حبيبتي؟ ايه ارتي، اهلا وسهلا، احلى ايام. كنت عايزه اسال الشيخ سؤال كده. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا يعني ما عنديش قوه التركيز قوي، يعني انا بقرا قران كتير، واحلى اوقات حياتي وانا بقرا قران. كويس. بس لو حد جه كلمني ولا مش عارفه ايه، ما اعرفش انا كنت واقفه فين، ابتدي الصفحه من اول من فوق تاني. حضرتك اولا عندك كام سنه؟ انا عندي 74 سنه. 4 وكم؟ 70. ربنا يبارك في عمرك. انت حضرتك لازم تدعي لنا بقى، دعائك ان شاء الله مستجاب يعني. انا بحبك جدا جدا جدا، انت زي ابني. وربنا الله يحفظك يا رب، ده شرف ليا. يوفقك ويسعدك يا رب. شرف ليا، بس لازم تدعي لنا ان شاء الله، دعائك مستجاب يعني. ربنا يحفظك يا رب ويكرمك يا رب. انا بقرا قران كتير الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. يعني من 3 سنين كده كنت بقرا مثلا 12 جزء في اليوم في رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. انما الايام العاديه يبقى مثلا 4 5. طب استني بقى حضرتك، انت كنت بتلاقي مشقه وحاجه صعوبه كده وانت بتقري في رمضان 12 جزء؟ لا خالص. ولا كنت مستمتعه بالقراءه دي؟ لا مستمتعه جدا، مستمتعه جدا، بس انا طبيعتي ما عنديش تركيز برضه. بس حافظ. انا اقول ايه، طب انا مثلا بقرا احسن ما يتحسبليش يكون هباء منثورا ولا حاجه، فانا خايفه من دي. لا لا تخافي ولا حاجه خالص، ده ما تخافيش خالص خالص نهائي. ده انا عاوز اقول لحضرتك كل حرف انت بتقريه اولا بتاخد منه عليه حسنه الى 10 حسنات الى 700 ضعف. ده اول ما تقولي بسم بس ما شاء الله. لو انت وقفتي وبعدين نسيتي انت كنت واقفه فين، خلاص الحسنات دي كلها اتحسبت خلاص. يعني كل اللي انت قريتيه ده كله اتحسب. مش بس الحسنه ب10 امثالها بس، لا ده الى 700 ضعف، والله يضاعف لايه؟ لمن يشاء.
واخده بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه اللي انت حضرتك مساله التركيز من عدم التركيز ده امر بيبقى عارض، يعني ممكن ده امر مثلا ممكن يكون مرض مثلا، ممكن يكون مثلا ربنا يبارك في عمر حضرتك عشان كبر مثلا او حاجه، فكل ده لا، ده انت بالعكس، ده انت وبعدين انا بدعي يا رب ارزقني قوه التركيز يا رب على طول. دي انا عاوز اقول لحضرتك سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول انما انا بشر انسى كما تنسوا. سيدنا النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، فإذا نسيت فذكروني. فحضرتك اللي بتعمليه ده عمل عظيم جدا 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 جدا. وخلي بال حضرتك أنا مش عاوز أقولك بقى اللي لما تيجي مثلا تقولي إيه الحروف بتعديها زي ما احنا بنعد مثلا يا أستاذة دعاء، يقولك الرحمن الألف حرف واللام حرف والراء حرف، أقول له لا ده الراء حرفين، واخد بال حضرتك الراء كام حرفين، وبعدين عندي الحاء حرف وعندي الميم حرف، وبعدين في ألف كده صغيرة كده ده حرف، وبعدين الميم حرف، عارفة لما أقول الرحيم بقى ولو مد عرض للسكون ست حركات كل حركة حرف، يعني كل حركة كل شدة كل مد كل حاجة حرف. فشوف في بركات ربنا بقى على العبيد عاملة إزاي، شوف الفضل الكبير عامل إزاي. ولذلك من جاء بالحسنة فله عشر ايه فله عشر امثاليه. فانا اقول لحضرتك ربنا يبارك في عمرك ويكرمك ويسترك يا رب العالمين يا رب، ويقدرها كده ان شاء الله ويقدر كل اللي بيعملوا الطاعه. يعني سبحان الله لسه بنتكلم على مثلا نماذج يعني بسيطه صحيح بس بتزعل الواحد، انه لو شاف مثلا حد بيفرط في العباده في الصيام في الصلاه في حق رمضان. وسبحان الله بنختم اهو الفقره بتاعتنا بنموذج بتحب العباده والقران والقرب من ربنا، وانه ازاي متعه فعلا. يعني الواحد اللي بيقرب من ربنا ربنا بيحبه وبيمتعه. طيب انا هقول لحضرتك بقى حاجه كده قبل مش عارف قربنا نختم ولا ايه، بس انا هقول لحضرتك حاجه كده مهمه جدا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صح، ثم رددناه اسفل سافلين. الا مين هم دول؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات، دول ربنا تبارك وتعالى بيكرمهم فلهم اجر غير ممنون. فشوف الحاجه ربنا يبارك في عمرها، فدي اكيد كان لها عمل صالح وهي صغيره، يعني ما يعني لم تعصي ربها او كانت محافظه على نعم ربنا تبارك وتعالى في الصغر، فاكرمها الله عز وجل في الكبر. ربنا يقدرنا جميعا ويتقبل من الجميع. وبشكرك جدا يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا، ربنا يكرمك. شكرا لحضرتك، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. رمضان يا شهر العباد نار، اكبر خطيرنا يا جبار، اعتقنا يا الله. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. ضفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف، وهنكمل كلامنا عن الفرق بين قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ليه ربنا قال لنا كده مرة وكده مرة؟ خلونا الأول نرحب بضيفنا. أهلا بيك يا شيخ. يا مرحبا يا سيدة، الله يبارك فيك، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب، ربنا يكرمك. ربنا يعيننا في رمضان على الصيام يا رب، ويعيننا على الحلقات يا رب. كله بقى في ميزاننا إن شاء الله. الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب يا رب. احنا طبعا بنتكلم على الطريق للجنه، السلسله نعم. بتاعتنا في رمضان واحنا عايزين نعرف انه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى في ايه قال وسابقوا، وفي ايه قال وسارعوا. بالعكس، قال وسارعوا وسارعوا وسابقوا وسابقوا، لان دي فيها واو وتاني ما فيهاش واو. أيوه. دي برضه لها مغزى. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنتكلم عن الجنه في حاجات لازم تستوقفنا ونقف معاها ونركز عليها ونعمل سبوت عليها، زي الايتين دول، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وآية سورة الحديد. آية دي في سورة آل عمران. آية سورة الحديد قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سبحان الله العظيم يا أستاذة دعاء، كل حاجة وكل كلمة في القرآن الكريم لها دلالة ولها معنى. حتى الحرف. طبعا، حتى يعني لما ربنا يقول وسارعوا، ليه قال وسارعوا ما قالش سارعوا؟ ليه الواو؟ في سورة الحديد على طول قال سابقوا، ما قالش وسابقوا. ده فرق هنقول دلوقتي. الفرق الثاني لما ربنا سبحانه وتعالى قال يعني سارعوا وسابقوا، وفي فرق بين المسارعة والمسابقة، برضو ده فرق ثاني هنقوله. الحاجة الثالثة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
السماوات والأرض، يبقى جاب هنا العدد سماوات. في آية الحديد قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. خدت بال حضرتك؟ تعالي بقى نعيش مع الآيتين دول. الأول في بعض السلف الصالح لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بكى، قالوا لقد قرأت آية ما مثلها يبكي. قال لهم وما ينفعني عرض الجنة وليس لي فيها موضع قدم. يعني ربنا بيقول وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أنا ببكي علشان أنا عرض الجنة ده زي السماء والأرض. طيب أنا يعني لما يكون عرضها كده يعني وليس لي فيها موضع قدم، يعني هعمل إيه؟ فأنا يهمني يبقى لي فيها موضع قدم. تمام. ليه ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال وسارعوا وفي سورة الحديد قال سابقوا؟ قالوا نشوف السياق الأول. السياق لأن ربنا سبحانه وتعالى قبل آية آل عمران بيتحدث وبيأمرنا عن بعض الحاجات وعطف عليها وقال واعملوا كمان الحاجات دي. قبلها بيقول إيه في سورة آل عمران؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وبعدين واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. العطف الرابع قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى دي كلها حاجات معطوفة على بعضها. فالسياق كان بيقول إن دي معطوفة على حاجة قبلها اللي هي التقوى وطاعة ربنا سبحانه وتعالى إلى آخره. في آية الحديد قبلها كان بيتكلم عن الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. انتوا في الدنيا النتيجة بقى انكم تسيبكم من الدنيا شوية وتسابقوا للإيه؟ وتسابقوا للآخرة. يبقى كده اتضح الفارق ما بين وسارعوا معطوفة على حاجات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها من قبل، لكن سابقوا نتيجة الحاجة ربنا سبحانه وتعالى حذرنا، قال أنا بكلمكم عن الدنيا، خلي بالكم الدنيا ما تاخدكوش ولا يعني تنغمسوا فيها وتغرقوا فيها وتنسوا الجنة أو تنسوا الآخرة، فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا، وبعدين في الحديث قال سابقوا، دي بقى محتاجة تركيز بعد ما نصلي على سيدنا النبي. أنا بشبه ده بماراثون، هنعمل سباق جري أو هنعمل مسابقة، وليكن الماراثون يلا حد كل واحد معه عجلة يجي أو هنجري، وبعدين إحنا في الأول هنبدأ السباق 1 2 3 جو يلا كله إيه؟ كله يبدأ السباق. اللي في الأول ده محتاج إن حد إيه؟ محتاج إن حد يشجعه، علشان لما بنقول في الأول ده اسمه سباق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لما نلاحظ هنا هنلاقي إن السباق اللي هو الذي يكون في البداية، لكن إحنا بدأنا السباق والسباق لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، إحنا في نهاية السباق منتظرين إيه؟ منتظرين هنشوف مين الأحسن، مين الأفضل، مين رقم 1، مين رقم 2، مين اللي فاز بالسباق. لما نوصل للقمة بتاعة السباق دي اسمها مسارعة، وكأن اللي بيبدأ السباق بيبدأ مجموعة من الناس، عدد كتير، لكن هل كل اللي بدأ السباق فاز بالسباق؟ لا. طيب اللي بدأ السباق ده هنمثله بأن هم المؤمنين كلهم بدأوا السباق، دخل عليهم رمضان، 1,600,000,000 إنسان مسلم دخلوا بدأوا سباق رمضان. هل بيطلع من 1,600,000,000 كلهم يدخلوا الجنة؟ نحن نرجو هذا، لكن الناس بتبقى إيه؟ بتبقى متفاوتة، إن سعيكم لشتى. فيجي في نهاية رمضان في واحد اتغير، في واحد هيطلع من رمضان حاله أحسن، في واحد هيطلع من رمضان محافظ على الصلاة، في واحد في نهاية رمضان حس فعلا برمضان، في واحد في نهاية رمضان يتمنى يبقى السنة كلها رمضان، في واحد في نهاية رمضان حب رمضان جدا ونفسه أنه يواظب على اللي كان بيعمله في رمضان يواظب عليه بعد رمضان. فدي نتيجة السباق أن احنا وصلنا للإيه؟ للمسارعة. ولذلك بيدخل العدد كله اللي هو المؤمنين. لما بيرتقي إيمانيا يا أستاذة دعاء بيصل لدرجة التقوى، ولذلك في آية آل عمران قال وسارعوا، في آية الحديد قال سابقوا، يعني يا مؤمنين أنتوا بدأتوا السباق. طيب أنتوا لما ترتقوا إيمانيا احنا عايزين بقى نحقق من السباق ده ومن العمل ده ان احنا نتقي الله سبحانه وتعالى، علشان كده قال في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولا للمؤمنين؟ للمتقين.
ليه؟ لان احنا خلاص احنا ارتقينا وعلينا ايمانيا، فمن مطلوب ان احنا ايه نسارع ونسابق علشان نبقى افضل. ليه ربنا في ايه الحديد قال سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض؟ قالوا السماء ديت اسم جنس، يعني ايه؟ يعني تشمل السماء كلها. لما اقول مثلا انا عندي ارض يبقى الارض بتاعتي كلها، لكن لما اقول انا قسمت الارض بتاعتي الى اراريط او الى مساحات معينه يبقى انا يعني الحاجه الكبيره دي انا قسمتها. لما ربنا سبحانه وتعالى جه في سوره آل عمران قال وجنات عرضها السماوات، ما قالش السماء. ليه برضه؟ لان لما كنا بادئين السباق كلنا ذكر السماء كلها، لكن احنا عايزين نطلع بحاجه من رمضان فقال المتقين وبرضه حدد وقال سماوات اللي هو عدد اقل من ايه؟ من سماء. طيب سابقوا، لما كنا في بدايه السباق في تشجيع، يعني مثلا ايه تلاقي مثلا لو واحد مثلا ليه مدرب ولا حد بيحفزه ويشجعه يلا قبل السباق يلا شد حيلك، هو دخل السباق خلاص. فربنا سبحانه وتعالى في ايه السباق في الحديد قال في تشجيع بقى، ذلك فضل الله يؤتي في آخر الآية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن في آية آل عمران لما قال إن المصارعة دي للمتقين والناس اللي هي علت إيمانيتها في رمضان أو بشكل عام، فقال لهم أنتوا لكم الجنة خلاص. أنتوا إيه يعني اللي هو اللي دخل السباق وطلع الأول بياخد الجائزة بتاعته، التاني بياخد الجائزة، كل واحد على حسب ترتيبه، المتقي ده بياخد جزاء الإيه الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تحدث عن هؤلاء المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وبدأ يعدد صفاتهم بقى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاؤهم إيه؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. هي بقى ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، المغفرة والجنة. يعني احنا صحيح. هدفنا الجنة والمغفرة هي اللي بتوصلنا طبعا الى الجنة. للجنة. نعم. ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. اللهم يا رب. امين. ودي فرصة كبيرة جدا في رمضان، يعني شوف سبحان الله لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة، يعني دلوقتي اللي بيشوفنا له ان يتخيل ان ابواب الجنة مفتوحة، يعني سهل جدا تدخل منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر ممن يدخل عليه رمضان ولا يغتنم فرصة رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فدخل النار، قولوا أقول آمين فقلت آمين. جه سيدنا جبريل عليه السلام بيدعي وبيطلب من سيدنا النبي أن يؤمن على دعائه. رغم أنف رجل، كناية عن الذل وكناية عن الفقر وكناية عن الخسران، إنك فعلا خسرت. رغم أنف رجل أدرك رمضان فمات فلم يغفر له، اللي يجي له رمضان وما يطلعش منه ان ربنا يغفر له ذنوبه وان ربنا يعتق رقبته من النار وانه يرتقي ايمانيا وانه يصعد يعني روحانيا، يبقى ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات فلم يغفر له فدخل النار. ده دعاء مين؟ جبريل. جبريل بيقول لسيدنا النبي قل امين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت امين. فمكسب كبير قوي قوي ان رمضان فرصه انك تحافظ على الفجر، ما انت كده كده بتصحى تتسحر، انك هتنام لك شويه بعد الفجر ولا حاجه قوم اقرا الورد بتاعك. ودايما بقول او زي ما بيقولوا الحاجه ام الاختراع، يعني لو عاوز اعمل حاجه هعملها. يعني اذا كانوا دلوقتي قالوا لنا احنا هنصلي التراويح نص ساعه، طب نص ساعه دي مش حاجه، انت عندك اليوم بقيه الليل 7-8 ساعات بتعمل فيهم ايه؟ هتروح تاكل القطايف خلاص القطايف خلصت، وبعدين هتاكل كنافه كل اللي انت عاوزه، هتاكل في نص ساعه كل في ساعه، بقيه الليل عندك 4-5 ساعات هتعمل فيهم ايه؟ فانت يعني دايما حتى بقول للناس في المسجد انت خلصت قيام الليل في المسجد او التراويح في المسجد، هو خلص في المسجد بس ما خلصش في الليل. لما ترجع صلي مع زوجتك، صلي مع اولادك، صلي مع نفسك، انت عندك الليل طويل، فلا تحرم نفسك هذا الاجر. وما ننساش حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني رمضان فرصه لازم نغتنمها في كل اوجه الخير اللي نقدر ان احنا نعملها، ما نسيبش اي وجه خير صحيح في رمضان. نعم. عشان نوصل لهدفنا اللي بنتكلم عليه الجنه. الله. يا رب ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى جميعا يا رب. آمين. احنا كل ابائنا وامهاتنا يا رب. اللهم امين. نشوف اول تقرير خير. تمام. قافله الخير في انا لمؤسسه سقيا الماء.
ولعظم الصدقة جعل الله سبحانه وتعالى لها باباً من بين هذه الأبواب الثمانية، وتقف الملائكة يوم القيامة على كل باب من هذه الأبواب لتنادي على أصحابها، فإذا أردت أن تدخل الجنة من باب الصدقة فعليك بالصدقة. هذه القافلة بالتعاون بين مؤسستي ابن مسجد وسقيا الماء. الناس اللي محتاجة غطاء، الناس اللي محتاجة لحاف، الناس اللي محتاجة بطانية، الناس اللي محتاجة سراير ومراتب. لا، أنا كتبت الحاجات دي عشان أقول لكم الكامب ده أو القافلة دي فيها قد إيه من المنافع وقد إيه من الخير. عندنا 80 سقف، عندنا 100 سرير و100 مرتبة، عندنا 200 لحاف، هنجهز إن شاء الله 13 عروسة، كل عروسة هتاخد غسالة وتلاجة وبوتاجاز، عندنا شنط غذائية، هنوزع لحوم دبحين عجلين، زائد مؤسسة سقيا الماء هتوصل 100 وصلة مية تقريبا للأهالي هنا في قنا. أنا القافلة دي أو الكامب ده بيفكرنا بحاجة جميلة قوي، لما تعاونت مؤسسة ابن مسجد مع سقيا الماء وعملوا 50,000 كرتونة تم توزيعها على 27 محافظة في مصرنا الحبيبة، ده برضو بيعيد الخير، بيعيد الخير. إذا كنا بنعمل في بداية رمضان بنعمل دلوقتي في موسم الشتاء، علشان التعاون بين مؤسستين عريقتين كبيرتين، مؤسسة ابن مسجد ومؤسسة سقيا الماء، بيبقى فيه النتاج الجميل ده ويبقى فيه الخير الكبير ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم. ابن القيم له كلمات قيمة رائعة طيبة يقول فيها: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. هكذا ينبغي أن يكون المهم. وإحنا هنا في المؤسسة، مؤسسة ابن مسجد ومؤسسة سقيا الماء والقافلة والكم الجميل ده والخير اللي انتوا شايفينه، كم التلاجات وكم البوتاجازات وكم الغسالات، والخير اللي هيروح للعرايس ده وهيروح لأهالينا هنا في الصعيد وتحديدا في إنا، يعني ده إن دل فإنما يدل على تعاون وتفاعل أهل الخير. وإذا كانت مؤسسة سقيا الماء متخصصة في الماء، محطات، آبار، وصلات، خطوط، بيوت، مشاريع صغيرة، برضو حبت إن هي تحط بصمتها في الخير وعملت القافلة دي. برضو النهاردة بنقول أدي الخير وأدي التنوع اللي بتعمله مؤسسة سقيا الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا جميعا للخير وفي الخير، وأن نكون دائما متعاونين في الخير. اللهم استعملنا في الخير يا رب العالمين، ووفقنا دائما لكل عمل صالح. قولوا آمين. كلنا بالخير نحيا، ساعدنا وساهم معانا ومد ايدك بالخير لينا. اهالينا لهم حق علينا. في مؤسسة سقيا الماء ابواب الخير كتير، اوعى تحرم نفسك اجر وثواب عظيم. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من اجل الانسان. طبعا انا رحت هنا مع مؤسسة سقيا الماء وشفت بنفسي الشغل هناك على الارض، يعني ربنا يكرمكم جد على المجهود. والله الحمد لله، دي كانت قافلة فيها كذا حاجة، فيها تسقيف بيوت وفيها شنط وفيها لحوم وفيها تجهيز عرايس وفيها سراير وفيها خير. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يستعملنا. ادخال السرور وقضاء حوائج الناس، وان احنا نغيث الملهوف، وان احنا نقف جنب اي حد، دي نعمه كبيره، وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي ربنا عز وجل قال لنا عليه في سوره فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم عليه ومنهم سابق، ما قالش بالخير حاجة واحدة، لا سابق بالخيرات يعني كذا حاجة الواحد يعملها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اعتبر ده فضل كبير قوي انك فعلا تساهم وتسبب الخير، ذلك هو الفضل الكبير. واللي يعمل الحاجات دي يا سيدي دعاء الله سبحانه وتعالى بشره بعدها مباشرة بالجنة، جنات عدن يدخلونها. وبعدين يعني حاجة مهمة قوي، في واحد ممكن يشوف الخير ده فيساهم ويشارك، في واحد يساهم ويشارك على قده، في واحد يساهم بحاجة يعني ما شاء الله. يعني احنا كنا قريب في وادي النطرون، وبعدين وانا بمشي كده ما بين الصكوك والاربع تلاف نخلة اللي مزروعين يعني بفضل الله، لقيت اسم متكرر 32 او قالوا لي 36 مرة، عديته لقيته 32 مرة، اسم متكرر 32 مرة. يعني اللي عمل 32 صك يافطة مكتوب عليها نفس الاسم، فبقول لهم يا جماعة قالوا اتبرعت ب 32 صك ما شاء الله. فحتة بقى ان الواحد يعني يتنافس ويتسابق ويحط البصمة بتاعته ويحطه على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليه، بالذات في رمضان الأجور مضاعفة، لان الثواب او العمل مضاعف في اي حاجة هيعملها الانسان او المسلم في رمضان فهي مضاعفة ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. رمضان يا شهر العبادة، طاعتنا سر السعادة، اقبلنا يا الكرم والخير، بنحس فيه بالغير، اكرمنا يا زي ما رسمنا ابن مسجد على الأرض وزي ما رسمنا سقي الماء على الأرض، عايزين نرسم الخير على وجوه الناس، عايزين نرسم الخير في حياة الناس وإحنا داخلين على رمضان، رمضان اللي كله خير، رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه قالوا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان خيره صلى الله عليه وسلم للناس كلها، ما كانش بيقول لحد لا، كان لا يمنع الخير عن أحد صلى الله عليه وسلم. إطعام الطعام وإفطار الصائم، الكرتونة دي يا جماعة ب200 جنيه، لو رايح الصعيد ب300 جنيه، لأن على ال200 جنيه في كيلو لحمة طازة بنذبح العجول وبتتوزع لحمتها في الحال مع الكرتونة، مع كل كرتونة كيلو لحمة. الإطعام ده شيء رائع وجميل، الإطعام ده من أجمل وأميز وأفضل الحاجات اللي أنت ممكن تعملها في دينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأنت لو حابب تعمل أجمل حاجة وأحسن حاجة ما تنساش إنك تطعم الطعام. تطعم الطعام ده في الوقت العادي، فما بالك في رمضان إنك تفطر صائم، فما بالك إنك لما حد يحب يفطر هيفطر على الكرتونة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أقول لك على عرض رائع بقى، ده عرض رمضاني مع مؤسسة سقيا الماء وابن مسجد، لأن هما لما بيحطوا يدهم في يد بعض بيعملوا خير، بيعملوا الفرحة الكبيرة اللي انتوا شايفينها، اللي انتوا متعودين منها متعودين عليها من المؤسسة على ده كل سنة. توزع حوالي 50,000 كرتونة في بداية شهر رمضان على أهالينا وعلى حبايبنا وعلى الناس في شتى محافظات مصرنا الحبيبة. لو انت حابب انك تقول يا جماعة هو انا ينفع احط زكاة مالي في الكراتين دي، نقول لك كما افتت بذلك دار الافتاء المصرية وعلى هذا جماهير العلماء، انه ما دامت هذه الكراتين تذهب للفقراء والمساكين خلاص، وفعلا دي رايحة للفقراء والمساكين والارامل والايتام والمحتاجين اللي احنا مكلفين ان احنا نسعى اليهم ونسعدهم.
ونفرحهم وندخل السرور عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يا سلام، شوف شوف السعي، إنك لما تتكفل بكرتونة زي دي وتساهم في كرتونة زي دي كأنك جاهدت في سبيل الله. بيقولوا ليه؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام شبه أو ربط بين هذين؟ قالوا: لأن المجاهد في سبيل الله يحيي دين الله. هو ده اللي دايما معوداكم عليه، مؤسسة سقيا الماء مع مؤسسة ابن مسجد يعملوا الخير ده ويعملوا الحفلة دي ويعملوا المهرجان ده. أختم باللي بدأت بيه، إذا كانت مؤسسة سقيا الماء وابن مسجد رسموا اسمهم على الأرض، احنا عايزين نرسم الخير في حياة المساكين والفقراء والبسطاء وأهالينا في كل مكان في مصر. مستنيينكم تتواصلوا مع ابن مسجد وسقيا الماء علشان نوصل الكراتين في كل حتة فيك يا مصر. احنا مؤسسة صحبة الصالحين للتنمية الاجتماعية في الأمارية، واحنا بنشكر جمعية ابن مسجد ومؤسسة سقيا الماء على المجهود اللي عملوه، والناس القائمين ان هم دونا مجموعة كراتين رمضان عشان نديها للحالات اللي موجودة عندنا في المؤسسة من الفقراء والمساكين والأيتام والأولى بالرعاية، وبنشكر كل المجهود اللي انتوا عملتوه. شكرا جدا. احنا جينا النهارده مؤسسه ابن مسجد سقيا الماء، جمعيه الخير فينا من اوسيم، استلمنا النهارده الكراتين من سقيا الماء وابن مسجد دعم للحالات عندنا، وبنشكر سقيا الماء وابن مسجد. مؤسسه سقيا الماء، نعمل من اجل الانسان. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وعايزين نتكلم على أنشطة مؤسسة سقيا الماء. يعني طبعا في رمضان كمان بقى حاجة جديدة اللي هي كراتين الخير، كراتين رمضان، ده غير طبعا بقى كل الأنشطة اللي احنا عارفينها قبل كده اللي هي من الصدقة الجارية والأبار والمية. هو احنا كنا بنقول يعني عشان نربط ده بالكلام اللي احنا قلناه قبل الفاصل، ومنهم سابق بالخيرات اللي هو التنوع والتشعب في عمل الخير. يعني بفضل الله أساس سقيا الماء لما بدأت بالمية، بوصلات مية، وبعد كده الآبار التخزينية، وبدأنا نعمل آبار ارتوازية اللي هو حفر الآبار تحت الأرض حسب العمق المناسب، وبتعمل جنبها محطة مية، وعملنا ده في شمبالي في أوسيم في الجيزة، وإن شاء الله بداية خير. وعندنا تسقيف البيوت عملناه، ودايما بفتخر بالعمل ده اللي هو الستين بيت اللي احنا بدأنا نعملهم في إدفو في أسوان. لما رحنا عشان نوصل وصلات مية لقينا الناس قاعدة في عشش، فالعشش ما تنفعش، لا مش محتاجين مية، قبل المية محتاجين بيوت، فقررنا ان احنا نبدأ بعشر بيوت، وفعلا عملنا إزالة وبنينا البيوت وسلمناها لأهليها ولأصحابها ووصلنا لهم المية. يبقى احنا قلنا وصلات وخطوط وأبار، سواء كانت تخزينية أو ارتوازية، تسقيف بيوت، عندنا البيوت نفسها ان احنا نعمل بيوت جديدة للناس، وصكوك النخيل اللي عملناها في وادي النطرون، وإن شاء الله نعملها قريب في الوادي الجديد، ونعملها في قرية سقيا الماء 3 في سيوة في محافظة مرسى مطروح، وعندنا شجر الزيتون. وآخر حاجة إحنا شغالين عليها دلوقتي بمناسبة رمضان، كراتين رمضان. إحنا الحمد لله رب العالمين فرغنا من ما يقرب من 30,000 كرتونة، وبنستهدف إن إحنا نوصلهم 50,000 زي ما عملنا السنة اللي فاتت 50,000، ونأمل كمان إن إحنا بدل 50 نعمل 100. ليه؟ لأن الناس محتاجة يا أستاذ دعاء، ومحتاجة أن حد يعني يوفر لها الأساسيات بتاعة الحياة، إذا كان في مية خلاص، فإحنا عايزين الوجبات والإفطار وإفطار الصائم، يبقى عنده كرتونة ما ينعش أهم 3 4 5 أيام جايين، خلاص عارف أن أنا عندي الرز بتاعي، عندي المكرونة، عندي لوبيا، عندي فاصوليا، عندي عدس، عندي سكر، عندي شاي. فدي كرتونة فيها ما يقرب من 13 صنف بتوفرها مؤسسة سقيا الماء في شتى محافظات مصر بفضل الله. ولو الكرتونة رايحة الصعيد، فمع الكرتونة بيتم ذبح عجل، بقر أو جاموس، وبيتم توزيع مع كل كرتونة كيلو لحمة. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم. ونشوف آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة ونرجع نعلق عليه.
في رحلة جديدة من رحلات العطاء مع مؤسسة سقيا الماء. اليوم بفضل الله عز وجل في مرحلة جديدة من مراحل الخير والبر والإحسان. النهاردة احنا موجودين في مطروح بنستلم مجموعة كبيرة من الأبار اللي بتخدم أهالينا اللي محتاجين مية، واللي ربنا سخرنا واستخدمنا في مؤسسة سقيا الماء إن احنا نكون باب خير لأهالينا في مطروح. والحقيقة إن احنا موجودين دلوقتي قدام بير ليه مكانة خاصة عندي، لأنه صدقة جارية على روح حد كان عزيز عليا، الحاج سيد الريدي رحمه الله تعالى. الحاج سيد الريدي أنا أشهد له أنه كان صاحب خير، وكانت يده ممدودة بالعطاء وممدودة بالخير، وكان مواظبا على الصلاة، وكان يحضر لي خطبة الجمعة، ويعني آخر جمعة حضرها لي قبل الوفاة كنت أتكلم فيها عن وصف الجنة، فالله أسأل أن يجعلها عاجل بسراه، ويعني وأن يجعل هذا البئر في موازين حسناته يا رب العالمين، اللهم آمين. ولازلنا نحتاج هنا في مطروح إلى عشرات الأبار، بل مئات الأبار اللي بتخدم أهالينا هنا في مطروح، واللي المية هنا بالنسبة لهم، مية الأبار دي هي المصدر الرئيسي هنا للمية، مش مصدر ثانوي أو مصدر فرعي، ده المصدر الأساسي. وربنا سبحانه وجل وتعالى بيقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمياه هي الحياة. فيا هناءة ويا سعادة من قدم يده بهذا الخير، ومن قدم يده بهذا البر، ومن مد يده بهذا الإحسان، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم: الله لعبده حسبما يكون العبد لخلقه، فمن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، فالله لعبده حسبما يكون العبد لخلقه. فيا بخته اللي يعمل خير، ويا سعادته اللي يمد إيده بالعطاء والبر والخير، واللي ربنا يكرمه فيكرم خلق الله عز وجل، واللي ربنا يوسع عليه فيوسع على عباد الله رب العالمين. لما نبص هنا في المنطقة احنا في عمق الصحراء وحوالينا مجموعة من البيوت، البير ده بفضل الله بيخدم كل البيوت دي بفضل رب العالمين. بدل ما كانوا بيقطعوا مسافات كبيرة عشان يحصلوا المية، ربنا استخدمنا في مؤسسة سقيا الماء بفضل الله، ثم بفضل أهل الخير إن احنا نوفر معاناة ومشقة عن أهالينا. أبناء الحاج سيد الريدي عملوا بير صدقة جارية عنه في منطقة خدمت مجموعة من البيوت. عندنا عشرات المناطق وعشرات الأماكن، بل مئات الأماكن لسه محتاجة أبار، ولسه محتاجين دعمكم يا أهل الخير ويا أهل الفضل ويا شركاء النجاح. أيها الجنود المعلومون، لا أسميكم جنود مجهولون، بل أنتم جنود معلومون، معلومون في السماء عند رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، وهذا يكفيكم أن تكونوا معلومون عند الله رب العالمين سبحانه. والله أسأل أن يستخدمنا في خدمة الخلق، وأن يجعلنا رسل رحمة لخلقه يا رب العالمين، اللهم آمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. احنا عايزين نختم بقى مع حضرتك كده ومشاهدينا الحلقة بالهدية للشيخ أحمد علوان بيقولها لنا كل يوم في بيت دعاء. طيب أنا قبل ما أقول الهدية أنا لفت نظري الواد الصغير اللي بيشرب من البير ده. والله فبقول اللي عمل البير ده لو الولد ده بس خد البق ده ممكن صاحب البير ده يخش الجنة بسبب البق ما شاء الله ده. والله العظيم. الهدية بتاعتنا النهاردة عاوز أقول لو أنت عاوز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة عليك بهذا الحديث الذي جاء عند الطبراني في المعجم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام بعارف فلان ده كان في الدنيا محافظ على الذكر ده، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيجيلك ياخدك من ايدك كده عشان ايه؟ يدخلك الجنة. يعني جميل جدا، ويا رب كده نبقى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المواظبة على هذا الذكر، وأن يجعلنا من الذين يتقبلهم أو يتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيأخذ بأيدينا ليدخلنا الجنة. آمين آمين. اللهم آمين يا رب. آمين. بشكر حضرتك جدا، وبشكر جزيلا كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر الكرم والخير.